السلام عليكم البنات، اليوم غنوريكم طريقة كيفاش غتخدموا المشاهدة اللاحقة بالتخطي. أول حاجة كتمشيو بلاي ستور، هتجار بلاي، كتكتبو هنايا سكيب ادز، هاهو كيطلع الفوق كتوركو عليه، هاهو كيطلع ليكم، كديرو ليه تثبيت، كتسنو حتى يثبت ليكم في التليفون. ملي كيدير التثبيت كديري ليه فتح، كديري موافق، هكا اي حاجه كطلع لك دير ليها موافق، يعني كيقولوا لك واش موافقه، كتعطيه امكانيات يوصل التليفون ديالك. من بعد كتدخلي هنايا، كتعطيه الاذن باش يتحكم التليفون ديالك. هي الخدمات التي تم تثبيتها هنايا بالعربيه، وهو طلع لفوقي سكيب ادز، كندير ليه كنورك عليه، كندير هكا كنفعلو. ها هو خدام دابا، صافي ها هو سكيب ادز دابا راه خدام، ها هو خدام. ملي كتكون في هادي زرقاء يعني راه خدام. ملي تبغي تطفيه، يعني بحال الناس اللي مفعله ليهم القناه ديالهم كيبغيو يخدموا التصفح كيطفيو هكا، باش حيت كي هو كي غير كيطلع الاعلان كيدير ليه التخطي، يعني نتوما راه محتاجين باش تصفحوا الاعلان ماشي ديروا التخطي. المهم خاصكم تطفيو هكا حتى تبغيو تخدموا المشاهده اللاحقه باش يدير التخطي، كتوركو عاوتاني هكا كيخدم. من بعد كتدخلوا اليوتيوب، هكا المهم البنات راه ملي كتدخل اليوتيوب كيطلع لك هنايا واش موافق انك تعطيها الامكانيه تتحكم في اليوتيوب. وهكا انا دابا حيت انا كان فات خدمت في التليفون غير حيدته باش نشرح لكم، بطلعش ليا دابا. المهم من بعد كندخلوا للواتساب، كندخلوا لجروب المشاهده اللاحقه اللي كنخدموا فيه. هكا كتمشي القائمه اللي نزلت الادمين، ها هي قائمه، كتبقاو تركوا على ها هي قائمه اللي نزلت. حنا دابا غنهزوا الفيديوهات ديال البنات ونخليو الفيديوهات ديالنا، ما غاديش نهزوهم حيت ما غاديش نتفرجوا لراسنا، غنوريكم على ثلاثه النقاط. هي الفوقي حافظ في قائمة المشاهدة اللاحقة، ماشي لتحت، الفوقي هي المشاهدة اللاحقة تورك عليها، هي تم الحفظ. عاوتاني كتوركي على هاد ثلاثة النقاط، هاهوما هاهوما ثلاثة النقاط، وكديري عاوتاني حافظ في قائمة المشاهدة اللاحقة، هاهي يعني حتى تكملي الفيديوهات كاملين كلهم خاصك تحطيهم، كل واحد تحطي ليه الساعة ديالو ولا شحال طلبتو في الجروب، هكا هكا حتى تكمليهم كاملين. عاد كتمشي هذاك التطبيق كتخدميه، كدير هكا المشاهده اللاحقه، كتوركي على هادي تشغيل هالكل، صافي كتبقى خدامه. المهم انا نوريكم في شي قناه فيها الاعلان باش تشوفوا. ها هو دابا البنات طلع الاعلان، ها هو غيحسب هذا اللي تخطي، ها هو شفتوه دابا هو غير كيحسب هذيك خمسة ولا شحال طلع، يعني كي غير كتفوت كيدير لي تخطي الاعلان. وهذه هي طريقه الخدمه، يعني راه سهله، و الا بغيتو شي حاجه اخرى قولها لي انا نشرح لكم اكثر.